يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، نحن مجموعة من الشباب نقوم بالإشراف على مدرسة لتحفيظ القرآن نسائية، وقد عانينا كثيرا من قلة الدعم، وفكرنا بفكرة بأنه إذا جاءنا مبلغ فإننا نستثمره ليدر أرباحا على المدرسة، فما الحكم في ذلك فضيلة الشيخ؟ وإذا خسرنا فما العمل؟ أنا أقول لو تركتم النساء في بيوتها لكان أحسن، لأنكم تخرجونها للمدارس وللتحفيظ والمدري ويش والجمعيات. لو تركتم نساء المسلمين في البيوت وقرنا في بيوتكن لكان أحسن، وهن يصل إليهن الخير بواسطة إذاعة القرآن والقراءة، يقرأن في الكتب، وعندهن الهاتف يسألن إذا أشكل عليهن شيء. هذا الذي أراه في نساء المسلمين. نعم.